حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وصلى الله وسلم محمود الذي وعدته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك سبحانه، هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى يروي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيقول: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، هل هناك ملك غيري؟ أين ملوك الأرض؟ هل هناك ملك غيري؟ سبحانك سبحانك يا مالك الملك، يا مدبر الأمر، يا من تملك الأمر في الدنيا وفي الآخرة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خيرته من خلقه وصفوته من رسله، خاتم النبيين فلا نبي بعده، ومن زعم النبوة بعده فقد كفر، وخاتم المرسلين فلا رسول بعده، ومن زعم الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الدنيا وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم وأقاموا منهج شريعة مولاهم، فكانوا نماذج الهدى وأمارات التقى. رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل قول الله تعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قرأوا وعلموا وتحدثوا وعلموا الدنيا باسم ربهم، وأقاموا حضارة للعالم كله تدين بها البشرية إلى يومنا هذا. نزل قول الله اقرأ فنشأت حضارة ودولة عالمية للإسلام والمسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونماذج القدوة في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. رضي الله عنهم وأرضاهم انشاحوا في بلاد العالم وانطلقوا في ربوع الدنيا يتعلمون ويعلمون ويقيمون منهج رب العالمين، فرأى الناس فيهم عدل الإسلام، ورأى الناس فيهم سماحة هذا الدين، ورأى الناس فيهم كرامة الإنسان وحرمة الإنسان وحرية الإنسان وعدل الإسلام مع خلق الله. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فلم يمض 25 سنة على نزول يقرأ إلا ودخل الناس في الإسلام، فلم يبق موقع قدم على وجه الأرض فيه إنسان إلا وحد الله عز وجل ببركة جهود صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم الذين صدقوا مع الله واجتهدوا في إقامة منهج الله. رباهم النبي على الهمة العالية والإحساس بالمسؤولية،
فلم يكن فيهم مسلم متسيب ولا مسلم غافل ولا مسلم جاهل ولا مسلم أمي ولا مسلم ضعيف ولا مسلم ذليل، وإنما عرفوا في الإسلام أن يكونوا أعزة وأن يكونوا قوة وأن يكونوا على أعلى درجات الهمة في الأعمال الصالحة والمحاسبة للنفس أول بأول. هذا ما يريده الإسلام منا اليوم لعلاج الخلل في بناء شخصياتنا. فكم من هؤلاء الهزلة الذين نراهم من حولنا ويزعمون الإسلام اسما بلا وصف ولا كيف ولا عمل، وكم من هؤلاء الضعفاء المستذلين الذين يخنعون وينافقون والذين يكذبون ويدجلون، لا مكان للإسلام عندهم إلا مجرد الاسم. هؤلاء وأولئك رب النبي صلى الله عليه وسلم النفوس المؤمنة على صناعة الرجولة والبطولة، ومن بين ما عالج هذه الآفات والأمراض دعانا صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون همتنا عالية وأن تكون حياتنا راقية بمحاسبة الأنفس والاجتهاد في الأعمال الصالحة. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي روي بأكثر من طريق، والطريق الأشمل رواية ابن مسعود والرواية المحفوظة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى